نبتدي في الفيديو ده إن شاء الله نشرح موضوع مهم جدا اللي هو الماسكارينيك بلوكرز. الماسكارينيك بلوكرز العيلة من الأدوية اللي هتقفل الماسكارينيك ريسبتورز. طيب الأول كده هنقسمهم بسرعة إلى حاجات ناتشرال كومباوندز أو ناتشرال ماسكارينيك بلوكرز زي الأتروبين، ده مهم قوي، وتقدر تعتبر الأتروبين إتز ذا بروتوتايب. وأنت أصلا عارف كلمة بروتوتايب، يعني أشهر دواء في العيلة واللي بناخده دايما مثال نشرحه ويبقى الأدوية التانية تتشرح بالمقارنة له. طيب الأتروبين، وعندنا حاجة تانية اسمها هايوسين، والهايوسين بالمناسبة له اسم تاني ساعات تلاقيه في الام سي كيو عشان ما تغلطش، اسمه سكوبولامين. طيب الاتنين دول بلانت الكالويدز، يعني جايين من نباتات. الأتروبين جاي من نبات شهير اسمه أتروبا بيلادونا، أتروبا بيلادونا، ودايما يسألوا في الشفوي أتروبا بيلادونا اسمها بالعربي ايه؟ اسمه نبات ست الحسنى. الهايوسين جاي من نبات تاني اسمه هايوسيمس، بس مش مهم، محدش بيسأل فيه، هم دايما يسألوا في الأتروبا بيلادونا ده. طيب دول كده ناتشرال. طيب التانيين بقى، الحاجات التانية اللي هي السينثيتك أو السيمي سينثيتك، بيسموها سينثيتك أتروبين سبستيتيوتس، حاجات كتير اتعملت من الأتروبين علشان تكون مور سيلكتيف. بالمناسبة الأتروبين والهايوسين لهم تقدر تعتبرها ديس أدفانتج، لو عايز تعتبر يعني إيه أدفانتج وديس أدفانتج. الأتروبين والهايوسين التو ميجور ديس أدفانتج بتاعتهم، نمرت واحد إن هم يعتبروا نون سيلكتيف، يعني لما بيقفلوا الماسكارينيك ريسبتورز بيقفلوا ام 1 وام 2 وام 3، واذا وجدت ام 4 وام 5 برضه هيقفلوهم. يبقى كده طبعا انت عارف ان احنا لما بنحب نقفل ريسبتور يفضل ان احنا ننشن على ريسبتور واحد، انما كونك تقفل الخمسه ريسبتور ده حاجه مش كويسه. التاني ديس ادفانتج للاتروبين ان هو بيسموها في الكيمياء زي ما انت عارف وقلت لك في فيديو قبل كده، بيسموهم تيرشري امينز. تيرشري امينز يعني في تركيبه في نيتروجينا، النيتروجينا دي ماسكه بثلاث روابط، وطالما قلت كلمه تيرشري امين على طول يبقى انت تعني ان هذا المركب هيعدي البلاد برين بارير ويبقى له سنترال مانيفيستيشن او سنترال افكت او سايد افكتس. يبقى التو ديس ادفانتج دول للاتروبين، كونه نون سيلكتيف وكونه تيرشري امين، هو اللي خلى العلماء يخترعوا سلسله من المركبات بيسموها اتروبين سبستيتيوتس، على امل انها تكون مور سيلكتيف، يعني نخترع حاجات تنشن على ريسبتور واحد. نمره اتنين، لو احنا مش محتاجين الدواء يوصل للسي ان اس هنعمله بقى، ها المركبات دي لو احنا محتاجين حاجه ما تعديش البلاد برين بارير هنعمله كواترنري امين. وانت عارف برضو من الفيديو اللي فات ان كلمه كواترنري امين يعني هيبقى حاجه لا شايله شحنه ايونايزد وكان نوت كروس بلاد برين بارير. يبقى تاني لو حد سالك في الشفوي ايه اللي خلانا نعمل أدوية كتير قوي من الأتروبين اسمها سينثيتك أتروبين سبستيتيوتس رغم إن الأتروبين متوفر ورخيص، قول له يا بيه أنا عايز أعمل حاجتين، عايز دواء سيلكتيف يروح يقفل ريسبتور بعينه واحد، اتنين عايز أعمل الدواء يكون كواترنري أمين بحيث إنه كان نوت كروس بلاد برين بارير وما يعمليش سنترال مانيفيستيشن، ده لو أنا مش عايزه يوصل للسي إن إس. أنا بقى مش هشغلك بالأدوية اللي هي السلسلة الطويلة دي اللي هي الأتروبين سبستيتيوتس دلوقتي. ليه بقى؟ لان احنا هنأجل الاسماء عشان مش معقول في الاول كده نقعد نرص اسماء، يعني نأجل الاسماء لما نوصل لاستخدامات الاتروبين. انا دلوقتي هشرح معاك الموضوع كما لو كان انا بتكلم على اتروبين، يعني هو عنوان الموضوع عندك اسمه ماسكارينيك بلوكرز، لكن كل الكلام اللي جاي اعتبرني بتكلم على الاتروبين. وما اجي للاستخدامات بتاعته او الثيرابيوتيك يوزز، كل ثيرابيوتيك يوز هقوله للاتروبين هقول لك بقى وافكرك ساعتها هقول لك الافضل منه فلان، الدواء الفلاني ده اللي هو سيمي سينثيتك وافضل منه ليه؟ اكيد عشان هيشتغل على ايه؟ على ريسبتور واحد من دول. وهكذا. تعالوا بقى نتكلم على الاتروبين باعتباره موديل او بروتوتايب للماسكارينيك بلوكرز. لو حد سالك طيب الاتروبين ده الكيمياء بتاعته ايه؟ قول له حضرتك ده بلانت الكالايت، ادي الاتروبين اهو. الاتروبين ده الكيمياء بتاعته بلانت الكالايت، جاي منين؟ من الاتروبا بيلادونا، تركيبه الكيميائي في نيتروجينا ثلاثيه فيسموه تيرشري امين. طب اتنين، الكاينيتكس بتاعته، يا ترى الاتروبين ده الابزوربشن بتاعه والديستريبيوشن والميتابوليزم والاكسكريشن اخباره ايه؟ الابزوربشن جود، الديستريبيوشن بيوصل لكل حته انكلودنج السي ان اس لان هو تيرشري امين. طب والميتابوليزم بتاعه في الليفر. طب والاكسكريشن جزء من الاتروبين اللي انت مديه هيخرج في صوره ميتابولايت وجزء بيخرج في صوره ان تشينجد، يعني البيرنت كومباوند الاتروبين نفسه بيخرج في البول
جزء منه بيخرج زي ما دخل الجسم يعني ان تشينج. طيب فيما يخص الفارماكوديناميكس، لو احنا ادينا بقى اتروبين اللي هو ماسكارينيك بلوكر لانسان، انت متوقع يحصل له ايه؟ قبل ما تجاوبني وتقول لي انا متوقع يحصل له ايه، المفروض تكون انت متخيل هي الماسكارينيك ريسبتور كانت فين، كان توزيعها ايه في الجسم، وكانت وظايفها ايه، عشان تتخيل الاتروبين لما يقفلها ايه اللي ممكن يحصل. لو انا بقول لك امسك الكارديو فاسكولار سيستم، قول لي من فضلك الاتروبين يعمل ايه، هتقول لي طيب انا فاكر انه كان الهارت، انت قلت لنا في فيديو قبل كده ان الهارت فيه ام 2 ريسبتور، ولو انت فاكر الام 2 ريسبتور دي كانت موجوده اكتر، انا قلت لك يومها اكتر موجوده في الايه، في الاتريوم، يعني هي وظيفتها الهارت ريت تحديدا، وكانت الام 2 دي لو انت فاكر بتقلل السايكليك اي ام بي، وكانت بتقلل الهارت ريت، يعني لما ام 2 دي تشتغل كانت بيقل الهارت ريت. طب احنا ناويين نقفلها بالاتروبين، تتوقع ايه اللي يحصل؟ يبتدي الهارت ريت يزيد. يبقى اكتر حاجه هتشوفها على الهارت لما تدي انسان اتروبين كلمه تاكي كارديا. طب واحد تاني يقول لي طب والكونتراكتيليتي اخبارها ايه؟ اقول له طب الكونتراكتيليتي دي يبقى انت بتتكلم على الفنتريكل، طب واذا قلت لك ان الفنتريكل ما فيهاش ام 2 يبقى خلاص كده، يبقى كان الاتروبين ملوش دعوه بالكونتراكتيليتي. محدش من فضلك يجي في الامتحان يقول الاتروبين بيزود الهارت ريت والكونتراكتيليتي، لا هو بيزود هارت ريت بس اونلي. في ملاحظه ممكن تقراها في بعض الكتب، بيقولوا لو انت اديت اتروبين، هو طبعا هو بيعمل تاكيكارديا لانه بيقفل ام 2 ريسبتور، بس بيقولوا احيانا لما تدي امبول الاتروبين اي في ها ساعات يحصل نوع من البراديكارديا انيشيال في الاول كده، حاجه تيمبوراري، حاجه تعدي وتختفي. يعني ساعات تيجي تدي العين الامبول الاتروبين تلاقي قبل ما القلب بيسرع تلاقي بيحصل فيز كده قصيره جدا من البراديكارديا، وبعدين ايه يحصل بقى انكريز للهارت ريت. بيقولوا ان الانيشيال براديكارديا دي لانه احيانا الاتروبين لما بتديه اي في بيروح يعمل استيميوليشن للفيجال نيوكليوس في المظله، وانت عارف ان الفيجاس بيبطئ بيعمل برادي، فكون الاتروبين في الاول كده ساعات يلطش ايه يعمل استيميوليشن للفيجال نيوكليوس، ده السبب في الانيشيال براديكارديا. انما على اي حال انا مش هكلمك على كلمه انيشيال دي، يعني مش طالبها من حضرتك، كل اللي انا طالبه من حضرتك انك تقول لي الاتروبين بيعمل تاكيكارديا، يعني بيقفل ام 2 يعمل تاكيكارديا. طيب هذا بالنسبه للهارت از ا ماسل از ا بامب. طيب ايه اللي يحصل في بلاد فيزل؟ طيب البلاد فيزل انت فاكر ان كان، لو انا في قلت لك قبل كده في الديستريبيوشن اوف ماسكارينيك ريسبتور ان البلاد فيزل فيها ام 3، وقلت لك يومها ان ام 3 دي ملهاش بلاد سبلاي، ملهاش نيرف سبلاي، يعني مفيش بارا سمباثيتك نيرف واصل لها، ويومها قلت لك ان الام 3 دي بيسموها نون انيرفيتد ريسبتور، هي نورمالي سايلنت، يعني عندي وعندك في الحاله العاديه كده ام 3 مش شغاله، لو اشتغلت، انا يومها قلت لك في الفيديو اللي فات لو ام 3 اشتغلت هتعمل فازو دايليتيشن، ده لو اشتغلت. طب هي نورمالي سايلنت وانت هتقفلها باتروبين، طيب انت قفلت ريسبتور سايلنت هتاخد ايه؟ ناثينج. يبقى في النورمال كونديشن كده الاتروبين ملوش اي افكت على البلاد فيزل، لا دايليتيشن ولا كونستريكشن، رغم انه قفل ام 3 اللي كانت بتعمل فازو دايليتيشن، بس اديني قلت لك ام 3 نورمالي سايلنت، يعني في الحاله العاديه ما بتشتغلش. بس تاخد بالك بقى ان اللي هيتسمم باتروبين، يعني اللي هياخد اتروبين بتوكسيك دوز، احيانا يبان عليه يعني وشه كده يحصل له حاجه اسمها اتروبين فلاشنج، تلاقي خدوده بدات تحمر خصوصا الاطفال. الاحمرار ده اللي بيسموه فلاشنج ده جاي من ان الاتروبين لو اتاخد بهاي دوز ساعات يعمل حاجه بيسموها توكسيك، وركز كده، توكسيك فازو دايليتيشن. الفازو دايليتيشن اللي بيعمله في الوش ده والاحمرار اللي بيعمله ده مش نتيجه افكت على ريسبتور، ده دايركت افكت، اعتبرها توكسيك افكت. يعني محدش يربط بين التوكسيك فازو دايليتيشن اللي بيحصل في الوش ده، الاحمرار اللي بيحصل في الوش، محدش يربط بينه وما بين الافكت اوف على الام 3 ريسبتور على البلاد فيزل، لا ده اسمه توكسيك او دايركت افكت انريليتد تو اتس افكت اون ذا ريسبتور. ده كده باختصار الافكت على الكارديو فاسكولار سيستم. طب لو انا بسالك الاتروبين وعيلته اللي هي الماسكارينيك بلوكرز يعملوا لنا ايه في الريسبيراتوري سيستم؟ هتقول لي طيب تعالى انا فاكر ان البرونكاي في الفيديو اللي فات انت قلت ان البرونكاي كان فيها ام 3 ريسبتور، كانت في السموث ماسل هنا، والام 3 ريسبتور دي انت عارف انها اكسايتاتوري، وعارف انها لما بتشتغل بتزود حاجه اسمها ايه، بتشتغل حاجه اسمها جي كيو، والجي كيو يزود الكالسيوم، والكالسيوم يعمل كونتراكشن،
يعني ام 3 بتعمل برونكو كونستريكشن. مش بس كده، الجلاندز اللي هي الغدد اللي في البرونكاي هتطلع ميه، يعني هيزيد السكريشن بتاعها. طيب حضرتك بقى ناوي تدي اتروبين يقفل ام 3، اذا هتشوف ايه بقى؟ ما تقولش ان الاتروبين هيعمل فازو بتاع ده برونكو دايليتيشن، لو قلتها تبقى وقعت في الغلط، لان هو من المفترض ان الاتروبين وهذه العيله بلوكرز، يعني هم ما بيعملوش حاجه بذات نفسهم، انما هم على الاقل لما يقفلوا ام 3 هتقول هيمنعوا البرونكو كونستريكشن. ولما ام 3 دي تتقفل اللي كانت بتعمل برونكو كونستريكشن، يقوم البيتا 2 اللي كانت قصادها اللي كانت بتعمل برونكو دايليتيشن الملعب يفضلها، فبيتا 2 هتاخد الابر هاند، وبيتا 2 هي اللي هتبتدي تعملها برونكو دايليتيشن. كاني عايز اقول لك ان الاتروبين لو عمل برونكو دايليتيشن فهو باسيف افكت، ات از نوت دايركت، ات از نوت اكتف ميكانيزم، لا ما هوش اكتف، لانه زي ما قلت لك قفل الام 3، ولما اتقفلت الام 3 بيتا 2 هتبتدي هي اللي تشتغل وتعمل البرونكو دايليتيشن. طيب يبقى كده الاتروبين نهايته هيعمل برونكو دايليتيشن بباسف ميكانيزم وهيمنع السكريشن، فهتبقى الحكايه دي كويسه جدا للمرضى اللي عندهم برونكيال ازمه. بس بعد شويه هقول لك ان الاتروبين بيعمل حاجه كويسه في البرونكاي، بس احنا عملنا ادويه متخصصه بقى افضل منه زي ما قلت لك في اول الفيديو. ده على الايه البرونكاي او البرونكو بالمونري تري. طيب على الجي اي تي واليورينري سيستم، جي اي تي واليورينري سيستم، ما انا قايل لك قبل كده ان جي اي تي واليورينري سيستم واي سموث مصل فيها ام 3، والام 3 دي لما بتشتغل بتعمل كونتراكشن للوول ها واوبننج للسفنكتر. طب انت ناوي تقفلها باتروبي، يبقى اذا انت هتعمل ريتنشن، يعني هيحصل ريلاكسيشن للوول. ها اعكس بقى، ما هو الريسبتور كان بيعمل كونتراكشن للوول، انت قفلته يبقى يحصل ريلاكسيشن للوول. طب والسفينكتر؟ الريسبتور كان بيفتح السفينكتر، فانت قفلت الريسبتور يبقى اذا السفينكتر هيتقفل. هيحصل ريتنشن للكونتنتس، يبقى الشخص اللي بياخد اتروبين توقع ان عنده كونستيبيشن، يبقى دايما يشتكي من امساك لان الوول ريلاكسد والسفينكترات مقفله. طب والبول واليورين نفس القصه، هتعمل ريلاكسيشن للبلادر لانك هتقفل ام 3 ها وهتيجي على السفينكتر تقفله، فيحصل يورين ها ريتنشن. وهذه القصه تبقى مش لطيفه ابدا على الناس كبار السن اللي عندهم حاجه بيسموها بيناين بروستاتيك هايبربليجا او تضخم الحميد للبروستات. طب ده على اليورينري والجي اي تي. طب ولو انا سالتك يا بطل، طب والمعده قبل ما نمسح، مش هنا كان في حاجه اسمها اتش سي ال؟ طب والاتش سي ال ده مش احنا قلنا لك مره انه بيخرج ان ريسبونس تو ستيميوليشن اوف ام 1 وام 3؟ طب ما انت ناوي تقفلهم، يبقى لما يتقفلوا اتوقع ان الاتش سي ال ما تقولش انهبيتد، لكن تقول الافراز بتاعه هيقل شويه، لان في الحقيقه الاتش سي ال بيخرج ان ريسبونس تو ستيميوليشن اوف ميني ريسبتورز، مش بس الام 3 ام 1 و3. فانت لما تقفل ام 1 و3 الاتش سي ال هيهدى شويه، الدنيا هتهدى يعني. طيب غير الجي اي تي واليورينري، ايه رايك في لو قلنا الاي؟ قبل الاي طب ما تخلينا اقول لك الاكسوكراين جلاند الاول عشان نخلص منها. الاكسوكراين جلاندز، مش قلت لك مره ان كل الغدد اللي في جسمك اللي بتطلع ميه قلت لك ان فيها ام 3، وقلت لك ان اي بني ادم بيحصل له ام 3 ستيميوليشن، يا راجل ده كانوا مسمينها اصلا جلاندولر، ده الكتب الاجنبيه مسميه ام 3 دي لانها موجوده وايدلي اكسبريسد في كل الجلاندز اللي في جسمك، مسمينها جلاندولر تايب، ودي كانت مسؤوله عن السكريشن. يعني انا بيحصل لي سلايفيشن ولاكريميشن وسويتنج، وكل الميه اللي في جسمي بتخرج من اماكنها بمساعده ام 3. طب انت لما تقفل ام 3 بالاتروبين وعيلته توقع دراينس اوف اول بودي سكريشن. الشخص اللي واخد اتروبين تلاقيه مفيش دموع، عينه ناشفه، تلاقي نيزل سكريشن مفيش نيزل سكريشن، تلاقي ريقه ناشف دراينس اوف ماوس، تلاقي ما بيعرقش. وطبعا ما بيعرقش دي حاجه خطيره، يعني لانه اكيد حرارته هتعلى، لان انت عارف ان السويتنج هو ده الميكانيزم اللي كان ريسبونسبل فور كولينج اوف ذا بودي، فانت لما تمنع السويتنج توقع ان الشخص ده حرارته هترتفع، خصوصا لو كان طفل صغير بيلعب كتير وبيعرق كتير. طيب نمسك بقى الاي، الافكت اوف اتروبين اند ماسكارينيك بلوكرز اون ذا اي. هنرسم الاي بتو فيو. الفيو الاولانيه نبص على الاي كده كما لو كانت فرونت فيو، والفيو الثانيه نرسم الاي كما لو كانت كروس سكشن او يعني سايد فيو كده. حضرتك بص كده من فضلك،
انت عارف ان الاي ده البيوبل طبعا، وعارف ان فينا كان فيه هنا مصل كده الراديال مصل دي اللي كانت فيها الفا 1، وكنت عارف ان في مصل هنا ها اللي اسمها السفنكتوريك بيوبيلي اللي كانت فيها ام 3. ركز الله يخليك بقى في اللي هنقوله ده. حضرتك اديت اتروبين هتقفل ام 3، يبقى اذا ام 3 اللي بتعمل ميوزز اتقفلت، مين اللي هيشتغل؟ اللي هيشتغل هتبتدي يفضل ملعب للدايليتور بيوبيلي، لان كانوا الاثنين شادين قصاد بعضهم، فانت قفلت ام 3 تبتدي دي بقى دي الدايليتور هي اللي تشتغل، وتلاقي البيوبل بدا يوسع. طب البيوبل بدا يوسع دي يبقى ميدريزز. طب بذمتك نسمي دي ميدريزز اكتيف ولا باسيف؟ طبعا هتقول لي باسيف ميدريزز. ليه باسيف؟ لان في الحقيقه هل الاتروبين هو اللي عمل ميدريزز باي اتسيلف؟ يعني هل الاتروبين راح للريسبتور نبهه وعمل ميدريزز؟ لا، الاتروبين راح قفل الريسبتور اللي بيعمل مايوزز، فاللي عمل ميدريزز الثاني اللي هو الكاونتر بالانسنج ريسبتور، يبقى دي نسميها باسيف ميدريزز. وبالمناسبه لو حد سالك مين اقوى ميدرياتك على وجه الارض، هو الاتروبين اللي بيعمل باسيف ميدريزز بالشكل ده. ادي نمره واحد، يبقى نمره واحد كده لو ادينا اتروبين باسيف ميدريزز، ولو حد بيقارنها لا ده الاتروبين اقوى ميدرياتك. اتنين، تعال بقى للسايد فيو. دي اللينس، وانت عارف انه هنا حاجه اسمها سيلياري بودي وحاجه اسمها سيلياري مصل. فاكر السيلياري مصل اللي كانت هنا اللي يومها قلت لك ان السيلياري مصل فيها ام 3؟ فاكر لما قلت لك السيلياري مصل دي لو حصل لها كونتراكشن بتضغط على اللينس، الكونتراكشن بيبقى لجوه كده فتضغط على اللينس فيزيد الكونفكسيتي اوف ذا لينس فتشوف القريب كويس، ويومها سميناها اكوموديشن فور نير فيجن. فاكر الكلام ده لما واحنا بنشرح الريسبتور؟ طيب انت النهارده ناوي تدي اتروبين يقفل ام 3 في السيلياري بودي، يبقى حضرتك الميكانيزم ده بتاع الاكوموديشن ما عادش هيحصل. طيب يبقى انت لو حطيت اتروبين في عينك هيحصل لك لوس اوف اكوموديشن فور نير فيجن. ادي لك حاجه تقراها ما تعرفش تقراها، تبص كده تقول لا عيني مزغلله مش قادر، تبعدها عشان تعرف تشوف. حكايه الباراليسيس اوف سيلياري ماسل دي، انك تخلي السيلياري ماسل ما تشتغلش، يسموها ساعات سايكلوبليجيا. يبقى سايكلوبليجيا يعني باراليسيس اوف ذا سيلياري ماسل، يبقى معناها لوس اوف اكوموديشن فور نير فيجن او نير اوبجكتس. طيب هل كده هنقول حاجتين؟ طيب نمرة التلاتة لسه حاجة نقولها قبل ما نمشي. لسه حاجة مهمة جدا. فاكر لما قلت لك ان انت لما بتعمل مايوزس يعني الايرس تدخل لكده البيوبل يضيق، فاكر لما قلت لك لما بنعمل مايوزس بنفتح هنا حاجة اسمها الترابيكولار ميشورك يقوم الاكواس يومر يتصرف، وبالتالي المايوزس تقلل الانترا اوكولار بريشر. طب تعالى نعكس ده، انا المرة دي بعمل ميدريزس وميدريزس يعني لاقصى مدى، فمن المتوقع ان الايرس تروح فين يا بطل؟ الايرس بقى ترجع لورا، يعني اهي ادا الايرس اهي، لان ادا البيوبل، ده البيوبل اهو، فتحة البيوبل دي خلاص وسعت اهي والايرس رجعت لورا. طب ما لما الايرس ترجع لورا كده رايك ايه يا بطل بقى في الانجل؟ رايك ايه في الترابيكولار ميش ورك؟ تفتكر الترابيكولار ميش ورك دي هتتفتح ولا تتقفل بقى؟ طبيعي جدا لما الايرس تتكربس كده على بعضها وترجع لورا، يعني البيوبل يتفتح كده والايرس تبقى ريتراكتد، اكيد الترابيكولار ميش ورك دي هتتقفل، وبالتالي الايكواس يومر كودنت بي دريند اوت، وبالتالي انت هتاخد رايز اوف انترا اوكولار بريشر. يبقى تاخدها قاعده مسلم بيها، الاتروبين وعيلته خطر جدا على مرضى الجلوكوما، وناخد القاعدة الأبدية التي لا تخطئ. القاعدة بتقول أي دواء يعمل مايوزز يساعد الدرينج، أي دواء يعمل ميدريزز يحبس الإيكواس يومر ويمنع الدرينج ويرفع الانترا أوكيولار بريشر. طيب يبقى احنا قلنا كده ثلاث حاجات على الآي ما تنسهمش الله يخليك. حاجة رابعة قبل ما ننسى، قبل ما نمسح السبورة تبقى بطل لو قلتها، نمرة أربعة على الآي، أنا لسه في الآي ما خرجتش. عارف الرابعة ايه؟ ايه رأيك في اللاكريمال جلاند؟ اللاكريمال جلاند دي اللي كانت بتنزل الدموع، مش انت لما تقفل الـ M3 ريسبتور في الجلاندز كلها اللي من ضمنها اللاكريمال هتمنع الدموع، يبقى هتعمل دراينس للآي، يبقى انت هتقلل اللاكريميشن وتعمل دراينس للآي، وتلاقي الشخص اللي حاطط أتروبين عنده بلير ديفيجن. هتقول لي بلير ديفيجن يعني مزغل ليه؟ عشان الميدريزس، هذا واحد. اتنين، كمان عنده الانترا اوكولار بريشر عالي لانك انت حابس مانع الدرينج. تلاتة، عينه ناشفة علشان اللاكريميشن مش موجود، عنده دراينس وعمال يدعك في عينه من كتر الدراينس. طيب سيب الاي وتروح لايه؟ ها
السويتنج قلت لك، ما احنا قلنا من شويه السويتنج هيقل والشخص ده حرارته هتعلى. طيب تعالى على السي ان اس. الحقيقه ان كل الماسكارينيك بلوكرز اذا كانت هتعدي، اذا كان هما تيرشري امين زي الاتروبين كده، يعني اذا كان اي ماسكارينيك بلوكر تركيبه الكيميائي تيرشري امين هيعدي بلاد برين بارير ويعمل لك سلسله من الاحداث على حسب الدوز اللي هتديها. تبتدي الاول بكلمه سيديشن، يعني اولكش كده، اول ما تدي اتروبين او حد شبهه هيعمل لك سيديشن. هتقول طيب سيديشن، اولا سيديشن يعني ايه؟ يعني تاثير مهدئ، تحس ان الشخص عايز ينام، بدا كده يحس انه عايز ينام. طب ليه؟ لان انا قلت لك مره ان الاسيتايل كولين اللي في مخك وظيفته اكسايتاتوري، ده وظيفته اكسايتيشن. في معظم الاماكن اللي بيشتغل فيها اسيتايل كولين هو اكسايتاتوري. طب انت ناوي تقفل بالاتروبين او حاجه عدت البلاد برين بارير، يبقى انت منعت الاكسايتاتوري افكت اوف اسيتايل كولين، طبيعي تاخد سيديشن يعني. ها اثنين، طيب ايه امنيجا؟ يبقى امنيجا يعني نسيان. هتقول لي نسيان ليه؟ هو الاتروبين بيخليني انسى ليه؟ هقول لك نفس القصه. افتكر معايا، الاسيتايل كولين في مخك كان مسؤول جزئيا عن الميموري، بدليل ان المرضى اللي عندهم الزهايمر انت قلت ان هم ما عندهمش اسيتايل كولين كفايه، واديتهم دواء يوم هيزود الاسيتايل كولين في البرين كان اسمه دوني بيزي، اللي كان كولين ستريس انهبيتور. يبقى انت عارف ان الاسيتايل كولين مسؤول عن الذاكره، طب انا قفلت الاسيتايل كولين بها، قفلنا الماسكارينيك ريسبتور، طبيعي اخد امنيجا ابتدي انسى. طيب ثلاثه، ديليريوم. ديليريوم يعني هزيان. لو انا بكلمك بقى بزياده الدوز، الافكتس دي تعتمد دي ذيس افكتس ار دوز ديبندنت. طيب ديليريوم يعني هزيان، يبتدي الشخص كده يبقى ان كنترولد سبيتش، يبقى بيتكلم ومش مركز قوي، عمال يعني زي ما يكون بيهلوس في الكلام. أربعة، يبتدي لو زاد الأتروبين عن الحد ده يبتدي بقى الهزيان ده يتحول لهلاوس هالوسينيشن، وفي الآخر يدخل منك في كوما لو زاد قوي، ومع السلامة death due to inhibition of respiratory center. يبقى كده بالترتيب، لو انت حضرتك اديت اي ماسكارينيك بلوكر وصل البرين على حسب الدوز، دوز صغيرة تعمل لك سيديشن، زادت سنة السيديشن يقلب معاك بأمنيجا نسيان، زادت سنة تبتدي ايه ها كلامك يبقى uncontrolled delirium، زادت شوية تخرف بقى hallucination، زادت قوي مع السلامة coma and death. نلخص الكلام ده كله في كلمة sad. لو حد سألك الأتروبين على CNS قوله بيعمل sad HC بالانجليزي اختصار لكلمة العمدة، العمدة او شيخ البلد او الراجل المهم يعني، يبقى الراجل العمدة الزعلان. ما هو ساد يعني، ما هي الاس دي يعني سيديشن، الاي امنيجا، الدي ديليريوم، الاتش هالوسينيشن، السي كوما على حسب الكونسنتريشن وانت ماشي كده. اتفقنا؟ عشان بس تفتكرهم يعني. كده احنا استعرضنا معاك يعني تقريبا معظم الحاجات اللي ممكن تشوفها لو اديت لانسان اتروبين، من اول بريفرال افكتس وصولا للسي ان اس افكتس. طيب بعد ما استعرضنا الكلام ده كله، اوعى حد بقى، اوعى حد يوقعك ويقول لك الاتروبين بيعمل ايه في السكليتا المصل. قول له العب غيرها. السكليتا المصل كان فيها اسيتايل كولين بس كان بيشتغل على نيكوتينيك ريسبتور وليس ماسكارينيك، كان اسمه نيكوتينيك ماسكولر. يبقى الاتروبين لا علاقه له من قريب او من بعيد بالسكليتا المصل، عشان بس تقفل الملف ده. طب تعالى بقى لليوزز، استخدامات الاتروبين. ثيرابيوتيك يوزز اوف اتروبين، مش بس الاتروبين، الاتروبين وعيلته بقى. اول يوز للاتروبين الكارد، لو قلنا هنستخدمه حاجه لها علاقه بالكارديو يعني، يبقى حالات البراديكارديا كلها. اي حاله براديكارديا يا بطل وانت مغمض، سواء البراديكارديا دي كانت نتيجه واحد كبير في السن، او البراديكارديا نتيجه مشكله في الكوندكتنج سيستم، او البراديكارديا دي نتيجه بيتا بلوكر لو انت فاكر، او البراديكارديا دي ريفلكس. فاكر لما قلت لك لما بيحصل هايبرتنشن بيحصل ريفلكس فيجل ويعمل براديكارديا، او حتى لو ريفلكس براديكارديا تتعالج بالاتروبين. كان عايز اقول لك الاتروبين هو الدواء الرسمي الراعي الرسمي لحالات البراديكارديا ايا كان سببها. يبقى وانت مغمض كده براديكارديا على طول غالبا يبقى علاجها اتروبين. طيب اثنين، حالات الريسبيراتوري، قلت لك ريسبيراتوري سيستم، هل نستخدم اتروبين في امراض لها علاقه بالريسبيراتوري سيستم؟ يس.
انا لسه قايل لك من شويه ان الاتروبين بيعمل ايه في البرونكاي، بيعمل برونكو دايليتيشن. وكلمه برونكو دايليتيشن الله يكرمك اللي بقولها دي انا بقولها مجازا، اما بقول اتروبين بيعمل برونكو دايليتيشن تبقى حاطط في ذهنك باسيف ان البرونكو دايليتيشن ده بباسيف ميكانيزم. طيب بما ان الاتروبين بيعمل برونكو دايليتيشن بباسيف ميكانيزم وبيقلل السكريشن لانه بينشف كل حاجه، طيب ما هو يبقى كده ايه احنا نقدر نستخدمه في البرونكيال الازمه هينفعنا؟ قالوا اه نقدر بس في احسن منه. طب وليه يعني هو الاتروبين احنا كرهناه ليه؟ كرهناه نرجع بقى للاسباب الاولانيه، كرهنا الاتروبين لانه نون ايه ها نون سيلكتيف، يعني هيروح يعمل دايليتيشن للبرونكاي ايوه معاك، انما في المقابل هيعمل لنا بقى هيلوش على كل الماسكارينيك ريسبتورز، هيعمل لك دراينس اوف اول بودي سكريشن ويعمل لك ريتنشن وكونستيبيشن وما اعرفش ايه كل وميدريزز وحاجات كده. اتنين تاني سبب كرهنا في الاتروبين كونه بيوصل للسي ان اس وبيعمل كلمه ساد اتش سي اللي انا قلت لك عليها، سيديشن امنيجا ديليريوم وهكذا. طب بما انه بقى كده احنا عملنا بقى دواء من الاتروبين سميناه ابراتروبيوم، ابراتروبيوم. الابراتروبيوم هو سينثيتك اتروبين سبستيتيوت. هرجع بقى وافكرك ببدايه الفيديو، في بدايه الفيديو كنت انا قلت لك انا مش عايز اشغلك بالاسماء بتاعه الادويه اللي احنا عملناها من الاتروبين، ولما تيجي سيرتها هشغلك بيها، ادي اول سيره هتيجي. الدواء اللي اسمه ابراتروبيوم اهو ده احد او اول دواء اتعمل من الاتروبين سينثيتك ها علشان يبقى يشتغل على البرونكاي من غير ما يعمل لنا سيستميك سايد افكت. طب ليه؟ قالوا الابراتروبيوم ده كواترنري امين، كواترنري يا بطل يعني نيتروجينه رباعيه، يعني هو ايونايزد يعني نوت ابزوربت. الله امال هتدي ازاي؟ قالوا بخاخات، لما تديه انهاليشن يقوم يوصل لللنج يشتغل لوكال في اللنج، ما كودنت بي ابزوربت بياند ذا لنج، وبالتالي ما يروحش للسيستميك اورجانز، ما يعملليش سيستميك سايد افكت. ده واحد. اتنين، كونه كواترنري اماين يا بطل يخليه ما يعديش البلاد برين بارير وما يعمل لناش كلمه العمده الزعلان او السايد اتش سي. يبقى لو حد سالك قال لك ليه ابراتروبيوم اند نوت اتروبين از ذا بريفيرد دراج فور برونكيال ازمه، ادي انت عرفت السببين. طيب تاني استخدام للاتروبين فيما يخص ريسبيراتوري سيستم، البري انافيتيك ميديكيشن. بري انافيتيك ميديكيشن يعني ما قبل الايه، تلاقي اي حد بيجي يعمل سيرجري يعني اي عيان هيعمل عمليه دكتور التخدير بيديله ادويه، اربع ادويه كده قبل العمليه، نوع من التحضير يعني بيحضره للعمليه، بيسموها التحضير للعمليه او بري انافيتيك ميديكيشن. من ضمن الادويه اللي دكتور التخدير بيديها قبل العمليه بنص ساعه حقنه اتروبين. طب ليه؟ هو احنا محتاجين الاتروبين ليه في العمليه؟ قالوا لا ده احنا ده مهم جدا، ده وان اوف ذا اسينشال بري انافيتيك ميديكيشن دراجز، حاجه مهمه. ليه؟ لان اثناء العمليه انت عارف ان اثناء العمليه بيبقى الجراح او الدكتور التخدير مركب انبوبه للعيان، والانبوبه دي داخله في التراكيه صح كده؟ انبوبة التخدير. طيب ده انت عندك الرعب كله، الرعب كله لدكتور التخدير والجراح اذا العيان اثناء ما هو متخدر وعلى التيبل السكريشنز بدات تزيد، افرض ان السكريشن بدات تزيد من البرونكاي، طب ما السكريشن دي هتقفل الانبوبه اللي مدياله اكسجين، هيتخنق وهو على ترابيزه العمليات. طيب ده واحد. اتنين، اثناء العمليه بيحصل فيجال ستيميوليشن، والفيجال ستيميوليشن يعمل برونكو كونستريكشن ويقفل الايه البرونكاي ويعمل لنا مشكله. ثلاثة، الفيجال ستيميوليشن كمان بيعمل براديكارديا اثناء العمليه، واحنا مش ناقصين براديكارديا لان البنج اصلا احيانا هو نفسه بيعمل براديكارديا. كل الاسباب دي تخلي دكتور التخدير يدي اتروبين قبل العمليه. نلخص بقى، انا بدي ليه اتروبين قبل اي سيرجري؟ قول نمره واحد، علشان امنع الاكزيسيف برونكيال سكريشن، فامنع ان التيوب دي الاندوتراكيال تيوب بتاع التخدير امنع انها تتسد. ادا واحد. اتنين، امنع البرونكو كونستريكشن اللي بيحصل نتيجة الاستيميوليشن اوف فيجاس نيرف اثناء التخدير. تلاتة، امنع البراديكارديا اللي بتحصل بسبب الفيجاس استيميوليشن. وفي اسباب غير كده كتير بس انا قلت لك اهم تلات اسباب بندي اتروبين عشانهم. كمان احيانا بندي اتروبين عشان نمنع السلايفيشن، يعني مهم جدا الحكايه دي. لو مثلا ده طبيب اسنان اللي هيعمل عمليه، يعني طبيب اسنان هيعمل سيرجري هنا في البق، طب ما هو اثناء السيرجري طبيب الاسنان مش عايز سلايفيشن عشان يشتغل في جو يعني الى حد ما دراي، طب ما برضه يبقى الاتروبين مهم علشان يعمل دراينس يقوم الجراح يعرف يشتغل كويس. نمره ثلاثه في الاستخدامات، لو رحنا للجي اي تي يوزز، يعني لو بنتكلم على الجي اي تي هتقول لي والله جي اي تي خدها كده حط تحتها خط. نمره واحد،
رأيك ايه في الكوليك يا بطل؟ رأيك ايه في الكوليك؟ الكوليك هتقول لي مغص يعني. طب والمغص جه منين؟ المغص جه من ان الانتستين فيها حركة عنيفة جدا، مش بريستاليسيس يعني، ده الحركة قلبت بكوليكي موفمنت. طب ومين اللي عامل المشكلة؟ قالوا ام 3. طيب ما الاتروبين لما يقفل ام 3 يضيع الكوليك، يبقى خلصت يعني. ده مش بس كده، ده كمان هيقلل السكريشنز. فلو كان بالمره كوليك مع دياريه الاثنين يتعالجوا بحقنه اتروبين. بس رجعوا قالوا طيب بس الاتروبين ساعات يعمل مشاكل سيستيميك وكده، انا ممكن اعمل دواء يشتغل على الانتستين اكتر ويشتغل على السكريشنز اكتر وايه. يبقى قالوا نعمل حاجه اسمها باسكوبان. الباسكوبان ده اسم تجاري على فكره، تريد نيم، اسمه العلمي هايوسين ها بيوتايل بروميد. يبقى الهايوسين بيوتايل بروميد اللي هو اسمه لا باسكوبان افضل من الاتروبين لو انت بتعالج مغص. ليه افضل؟ افضل لانه مور سيلكتيف على الموفمنت، على الموتيليتي، ومور سيلكتيف على السكريشن. بيسموه انتي سبازموديك انتي سكريتوري دراج اللي هو الباسكوبان ده. طيب نمره اتنين، دياريه زي ما قلت لك. طب ما هو الاتروبين لسه قايل لك انه بينشف السكريشن في الانتستين، ولما ينشف السكريشن الدايريه تقف. رجعوا قالوا طيب ما احنا برضو ممكن ايه نعمل حاجه كده لذيذه يعني. اكتشفنا ان المورفين هو كمان المورفين ها بيقلل الموتيليتي بتاعت الجي اي تي. هتدرس الكلام ده في الجي اي تي ان شاء الله لما نوصل لشابتر الجي اي تي. هبقى افكرك ان المورفين وعيلته بيقللوا الموتيليتي، بيقللوا الموتيليتي بشغلهم على ريسبتور خاصه بيه هو. يعني المورفين بيشتغل على ريسبتور خاصه بيه هو يقلل الموتيليتي. فالعلماء اقترحوا اقتراح لذيذ جدا، قالوا طب ما احنا نعمل دواء اورال، يبقى القرص عباره عن نصين، نص نحط فيه اتروبين والنص الثاني نحط فيه مورفين، وكل واحد يقلل الموتيليتي بميكانيزم غير الثاني. فرجعوا قالوا بس المورفين ده ادكتيف، ده مخدرات. قالوا ما تزعلوش، مزعلكوا قوي المورفين يعني، امسح يا سيدي. هنعمل دواء غير من المورفين، منه سينثيتك اسمه داي فينوكسيليت. الداي فينوكسيليت ده اعتبره سينثيتك مورفين سبستيتيوت، او اعتبره سينثيتك ميبريدين كونجنر. ميبريدين ده دواء ابن عم المورفين، ولاد عم. فيبقى الداي فينوكسيليت دواء سينثيتك ديريفاتيف من عيله المخدرات، لكنه شوف بقى الميزه كودنت كروس بلاد برين بارير. يبقى الدايفينوكسيليت ده من عيله المورفين، من عيله المخدرات، هيقلل الموتيليتي اوف ذا جي اي تي زي المورفين بالظبط، لكنه ما بيعديش البلاد برين بارير، وبالتالي مش بيعمل ادمان. يبقى قالوا طب ما تاهت ولقيناها، يبقى نعمل قرص بقى كده نصه اتروبين ونصه دايفينوكسيليت، والاكيد الاثنين دول هيقللوا الموتيليتي قوي. واذا كان الشخص عنده ويس بازم او دياريه اكيد الموتيليتي هتقل جدا وهيحصل نشفان في كل حاجه. فنسمي الدواء ده نوموتيل. نوموتيل يعني نو موتيليتي، ده الاسم التجاري. وبعدين رجعوا عدلوا الاسم خلوه لو موتيل. هي اصلا كانت لو ال او ده كده، كانت لو موتيل يعني اللي ايه، يعني الدواء اللي بيقلل الموتيليتي يعني. وبعدين قالوا طب خليها ال او ها لو موتيل كده بالشكل ده. يبقى لو جالك سؤال، مره جالهم السؤال ده قال له لوموتيل اذا كومباينيشن بتوين نقط اند نقط، اقول له لوموتيل ده دواء تريد نيم، ده اسم تجاري، عباره عن كومباينيشن ما بين الاتروبين والدايفينوكسيليت. ولما نوصل بقى للدايفينوكسيليت هبقى اعرفك وبيقلل الموتيليتي عليها حاجه اسمها ميو اند دلتا ريسبتور. طيب يا سيدي كده ايه، ثلاثة لسه، ثلاثة ايه رايك؟ هو احنا مش قلنا لسه من شويه الاتروبين ممكن يقلل الاتش سي ال على اعتبار انه هيقفل ام 1 بتاعه الاتش سي ال، وكمان هيقفل ام 3، وقلت لك مره ان الاتش سي ال سيكريشن هو ام 1 و3 مع بعض. طب ما الاتروبين هيقفلهم، ولما يقفلهم يبتدي الاتش سي ال ايه يقل. بس هرجع اقول لك طيب بس ما هو الاتروبين بيعمل مشاكل سيستميك، نفس الكلمه اللي بنكررها كل شويه يعني. كل شويه نقول لك الاتروبين بينفع كويس قوي بس بيعمل مشاكل. طيب ولما الاتروبين هيعمل مشاكل سيستميك احلها ازاي؟ قالوا هنخترع دواء من الاتروبين هنسميه بايرنزبين. البايرنزبين ده ها متصنف في الكتب انه سيلكتيف ام 1 بلوكر، ما بيقفلش غير ام 1 في المعده بس، وبالتالي بيقلل اتش سي ال من غير ما يعمل لك سيستميك سايد افكت، ولا بيعمل العمده الزعلان اللي هو سايد اتش سي. طب يا سيدي هل البايرنزبين ده بقى نتكلم كلام بقى بجد يعني، هل البايرنزبين ده لما اديته للناس وقفل ام 1 الاتش سي ال يعني قل؟ قالوا اه بيقل بس شويه صغيرين يعني، ما هوش افكتيف قوي. وبالتالي البايرنزبين ده موجود وبيستخدم لكنه ضعيف جدا.
يعني ده ضعيف قوي، يعني عشان تشتغل على ام واحد دي حاجه ضعيفه. اما نوصل ان شاء الله للجي اي تي واشرح لك بيبتيك السر، ها هقول لك على ادويه قويه جدا بتقلل اتش سي ال، واركن لي بقى البايرنزبين ده على جنب الله يخليك، خليه بس للام سي كيو كده، ما تخلوش لعيادتك يعني. طيب جي اي تي اللي بعدها يورينري سيستم. اليورينري سيستم، يا ترى الاتروبين على اليورينري بلادر ويورينري سيستم له استخدامات؟ نعد. واحد، سيستايتس. سيستايتس ايه بقى سيستايتس دي؟ قالوا التهاب المثانه. التهاب المثانه اما يجي لك دور برد، بعض الناس لما يجي لهم دور برد يجي لهم التهاب تحديدا في اليورينري بلادر. اما يجي التهاب في اليورينري بلادر الشخص بيبتدي يشتكي، يحصل سباز. السبازم بتاع البلادر يعمل فيلينج اوف ايرجنسي، ايرجنسي وفريكوانسي، يعمل كلمتين كده يقولوهم دايما بتوع المسالك، ايرجنسي وفريكوانسي. تلاقي الانسان ايه من كتر ما البلادر فيها سباز من الالتهاب اللي حاصل، البلادر فيها سباز، الشخص حاسس انه عايز يدخل الحمام كل دقيقه ومش مرتاح، ما بيعرفش ينام، كل ما يدخل على السرير عشان ينام البلادر يحصل فيها سبازم، يحس ان عنده يورين وهو ما فيش يورين اصلا، بس هو احساس غبي كده يعني مضايقه. طب ما انت لما تدي له اتروبين، ما هو السبازم اللي حصل ده وحصل ايه بسبب السيستايتس، ما هو ده ام 3، ما هو ام 3 اللي عامله السبازم في السموس مصل. طب ما هو لما ياخد اتروبين ويقفل ام 3 السبازم هيروح، وطالما السبازم راح يبقى الشخص ما يحسش لا بايرجنسي ولا بفريكوانسي، مش حاسس انه عايز يدخل الحمام وينام مرتاح. بس رجعوا قالوا طيب بس الاتروبين ايوه صح بيريح العيانين اللي عندهم سيستايتس، بس ما هو بيعمل نفس المشاكل اللي هنرجع لها، ساد اتش سي وسيستميك وما اعرفش ايه. قالوا طب ما نعمل دواء يكون هي مخصوص على البلادر بس، يعني ماسكارينك بلوكر بس شغلته اليورينري بلادر، وتبقى شغلته الناس اللي عندهم سيستايتس وخلاص، ما يروحش بعيد يعني. طب يا باشا اسمه ايه ده؟ قالوا اوكسي بيوتينين. يبقى اوكسي بيوتينين ده السيلكتيف اتروبين سبستيتيوت اللي اتعمل عشان الناس اللي عندهم سيستايتس. ماشي، السؤال دايما بيجي كده يا بطل، جيف ذا ريزون، ليه الاوكسي بيوتينين بات نوت اتروبين از ذا بريفيرد ان ايه اكيوت سيستايتس؟ قول له بيكوز ات اكت مور سيلكتيف على اليورينري بلادر وذاوت سيستميك اور سي ان اس سايد افكتس. طيب ده اول استخدام. تاني استخدام للأتروبين وأشباهه فيما يخص اليورينري سيستم، الناس اللي عندهم حاجة اسمها يورين، ركز كده، يورين انكونتيننس. وكلمة انكونتيننس بالعربي يعني سلس البول، وسلس البول يعني ايه؟ يعني بعض الناس عندهم uncontrolled يورين دريبلينج، يتلاقي دايما ايه السفنكتر بتاع البلادر مش قادر يقفل كويس، بتاع اليوريثرا مش قادر يقفل كويس، مع انه اول ما يوطي البول ينزل، مش عارف يعمل اي حاجه، يكح البول ينزل، احيانا اليورين بينزل وذاوت اني كنترول، ده اسمه يورين انكونتيننس. كويس، طب ما انا لسه قايل لك لما تدي اتروبين وعيلته هيعملوا ايه في اليورينري بلادر؟ هيقللوا الموتيليتي او الكونتراكتيليتي بتاعت البلادر هيتقل، وكمان هتيجي على السفنكتر ام 3 اللي في السفنكتر كان وظيفته يفتح السفنكتر، لما انت تقفله باتروبين يقوم السفنكتر يتقفل، يقوم اليورين انكونتيننس يختفي. بس رجعوا قالوا طيب ما احنا وقعنا في مشكله. ايه يا سيدي المشكله؟ قالوا طيب ما هو اللي بيجي لهم سلس البول دول الناس الكبار في السن، سواء ستات او رجاله. طب يا بي ماشي، وخصوصا الستات، انا مره قلت لك ان الستات اكتر مرض سلس البول او الانكونتيننس في الستات اكتر، عشان الولاده بتعمل انجري في البلفيك فلور مصر، قلتها لك مره واحنا بنشرح الالفا بلوكر. طيب اما تدي اتروبين للناس كبار السن دول ما بيستحملوهوش، لانه بينشف ريقهم ويعمل لهم سي ان اس مانيفيستيشن ويخليهم ينسوا. طب ما هو اصل الشخص اصلا هو الكبير السن بينسى طبيعي، فقالوا طب ما نعمل دواء يكون سيلكتيف للموضوع ده، يشتغل على السفنكتر، يعني تبقى شغلته السفنكتر. طب ايه الدواء اللي هنعمله من الاتروبين وينشن على السفنكتر؟ قالوا هنعمل دواء اسمه تول تيرودين. التول تيرودين هو سينثيتك اتروبين سبستيتيوت، وظيفته يروح يقفل السفنكتر بس، ملوش وظيفه تانية، وبالتالي يعالج اليورين انكونتيننس من غير ما يعمل لنا سيستميك مانيفيستيشن، من غير ما يروح للبرين ولا هنا ولا هنا ولا يعمل لنا اي مشاكل. ومش بس كده، ده التول تيرودين ده كمان له لونج ديوريشن، يعني اصبح له ميزتين يا بطل. الميزه الاولانيه انه سيلكتيف على السفنكتر، الميزه الثانيه انه له لونج ديوريشن اوف اكشن. الست اللي عندها سلس البول تاخد من القرص ده، القرص فيه 2 مللي جرام يا عم يا بطل، 2 مللي جرام صباحا ومساء، يبقى قرص الصبح وبالليل البول ما عادش ينزل منها وذاوت كنترول.
كده احنا قلنا عمالين نعد في الاستخدامات بتاعت الاتروبين، ولاحظ معايا ان الاتروبين ينفع في كل حاجه، بس كل شويه بقول لك الاتروبين ينفع هنا بس انا عندي الاحسن. وركز بقى في اسماء الادويه الافضل من الاتروبين، لان هو ده بقى ملطش للام سي كيو. يعني اللي بيحط امتحان ام سي كيو مستحيل، انا بقول لك اهو وانا واقف قدامك اهو، مستحيل اللي بيحط ام سي كيو يغفل عن انه يسالك في الايه، في اسماء الادويه اللي هي الاتروبين سبستيتيوت، وهيقول لك مين الدواء اللي عملناه عشان الاستومك، ومين الدواء اللي عملناه عشان اللانج اللي عنده برونكال ازمه، ومين الدواء اللي عملناه عشان اليورين انكونتيننس، ومين اللي بتاع السيستايتس، وهكذا. عد بقى، فانت في البيت كده وانت بتذاكر، ها اقول لك على نصيحه كده لوجه الله، تبقى عامل جدول بسيط كده، جدول كده هنا بالعربي اسم الدواء وهنا الانديكيشن، وتحط يا بطل اسم الدواء هنا وبيستخدم في ايه، التاني اسم الدواء ايه، وهكذا، وتحفظهم على وضعهم كده عشان ما تغلطش في الام سي كيو. طيب لسه احنا ما زلنا في الثيرابيوتيك يوزز، ما زلنا في استخدامات الاتروبين. طب نوصل، وصلنا للاي، تعال نتكلم على الاي. هل عندنا استخدامات الاتروبين فيما يخص الاي؟ قالوا نمره واحد فندس اكزامينيشن، اي فندس اللي هو قاع العين، فحص قاع العين. اما تروح لدكتور عيون عايز يعمل لك فحص لقاع العين لاي سبب، يكشف على عينك من جوه، هيكشف على عينك ازاي والبيوب المقفول؟ ما هو لازم يحط لك قطره تعمل مدريزز، والاتروبين كمان بيعمل فول مدريز، بيفتح الايه البيوب بالشكل ده، يوم الدكتور يفحصك كويس. بس رجعوا قالوا الاتروبين له لونج ديوريشن للاسف، اما بتحط في العين بيعمل مدريزز رخمه وبتغلس وبتفضل ساعات 48 ساعة. قال طب دكتور العيون هو عايز يفحصك في 5 دقايق، ايه الداعي بقى ان يحط لك اتروبين؟ طب ما نعمل دواء من الاتروبين يتحط في العين، يكون الابزوربشن بتاعه في العين افضل ويعمل لي مدريزز، بس تبقى مدريزز ربع ساعة ولا حاجة. فعملوا ادوية من الاتروبين زي حاجة اسمها مثلا تروبيكامايد، وحاجة اسمها ايوكاتروبين. دي حاجات تروبيكامايد وايوكاتروبين سينثيتيك اتروبين سبستيتيوتس، بيتر ابزوربت، بيمتص كويس من العين، وبنفس الوقت لهم شورت ديوريشن. رجعوا تاني قالوا كمان ما انت ممكن تدي الفا ستيمولانت، حاجه تنبه الالفا ريسبتور. فاكر الالفا ريسبتور اللي كانت موجوده في الدايليتور بيوبيلي؟ انا لو نبهت الالفا 1 ريسبتور دي برضو بعمل مدريزس. يبقى انت عندك تقدر تعمل مدريزس بطريقتين، يا تدي اتروبين وعيلته اللي بيعملوا باسيف مدريزس، يا تعمل اكتيف مدريزس بحاجه تعمل ستيميوليشن للالفا ريسبتور. ولو انا دكتور عيون هفضل سكه الالفا دي، لانها بتعمل مدريزز قصيره، يعني ربع ساعه نص ساعه وتنتهي الحكايه، لان الاي اكزامينيشن مش محتاج. طيب اول حاجه كده يبقى فاندوسكوبيك اكزامينيشن، ادي اول استخدام. تاني استخدام بقى ونركز فيه الله يخليك، ايريدو سايكلايتس. ايريدو سايكلايتس ايه بقى؟ ايريدو سايكلايتس ايتس انت خدتها في الباثولوجي، يعني التهاب في العين. طيب ايريدو سايكلايتس، بص كده يا بطل، لو دي الاي اهي بنرسمها بالشكل ده، وادا الايرس، وادا اهي كده، وادا اللينس زي ما انت عارف، وادا سسبنسوري ليجامنت اوف ذا لينس اهو. بص كده يا باشا، لما بيحصل ان الايرس دي، ارسم الايرس بقى يا ريت، بس القلم الاحمر يكتب. لما بيحصل انفلاميشن في الايرس يسموها ايرايتس، ولما الانفلاميشن ياخد كمان السيلياري بودي، يعني يبقى الانفلاميشن في الحته المظلله دي ايريس اهي بسيلياري بودي كمان كده، الحته دي المنطقه دي كده، يسموها ايريدو سايكلايتس. كويس كده؟ طيب ودي مشكلتها ايه؟ لا دي مشكلتها كبيره، لان انت خدت في الباثولوجي لما بيحصل انفلاميشن بيبقى الاريا الانفلمد دي ها اهو اسمها رو سيرفيس. رو سيرفيس يعني سهل تلزق، يعني الايريس كده بالشكل ده الانفلمد دي سهل تلزق في اللينس، وسهل تلزق هنا، يعني ممكن تلزق في الكورنيا قدام كده، ممكن ترجع تلزق في الايه، في اللينس من ورا من هنا. اذا لزقت في الكورنيا من قدام كده يسموها انتيريور سينيكيا، اذا لزقت ورا في اللينس يسموها بوستيريور سينيكيا. حلو كده؟ الكلمه دي جايز مش عندك في الكتاب، لكن هتاخدها ان شاء الله لما تدرس رمد. بلاش يا سيدي تقولها، قول هيحصل لما بيحصل ايريدو سايكلايتس، هناك فرصة لان الانفليمد ايرس تلزق في اللينس، يحصل ادهيجن مع اللينس او ادهيجن مع الكورنيا. حلو كده يا بطل؟ طيب واحنا الاتروبين بنديه ليه بقى؟ بنديه عشان حاجة مهمة جدا. الوقت انت لما تدي اتروبين ها هيعمل مدريزس، وانا قلت لك المدريزس بتبقى كومبليت. طب يعني الايرس هترجع لورا؟
يعني لما يحصل ميدريز ادي الايريس رجعت لورا اهي. اما الايريس البيوبل اهو دي ده كده البيوبل اهو اتفتح اهو والايريس رجعت لورا. ولما الايريس ترجع لورا يا بطل ما يبقاش في فرصه انها تلزق في اللينس او ما يبقاش في فرصه انها تلزق في الكورنيا. يبقى احنا بندي اتروبين او حد من عيلته في حالات الايريدو سايكلايتس. قول كده للممتحن قول له تو بروديوس فول ميدريزز وبالتالي تو بول بول يعني تسحب تو بول ذا ايدجز اوف انفليمد ايريس away from the convex surface of the lens. بتبعد الحواف بتاعه الايرس اللي هي البيوبل في الحقيقه يعني بتوسع البيوبل فالحواف بتاعه الايرس تبعد عن اللينس تقوم ما تلزقش في اللينس يقوم ما يحصلش الادهيجن دي. لان لو حصلت الادهيجن شوف الصوره دي كده اهو ده واحد عنده ادهيجن حصل له ايريدو سايكلايتس وما خدش اتروبين وقاعد اشوف لما حصل ادهيجن تلاقي حواف الايرس اللي هو البيوبل لزقت في اللينس وبقى البيوبل الريجولر بالشكل ده ودي بقى كده عايزه جراحه. فانا تجنبا للجراحه من الاول خالص اللي بيحصل له ايريدو سايكلايتس انا طبعا بديله كورتيزون ومضادات حيويه وحاجات كتير لكن من ضمن العلاجات اللي بياخدها قطره اتروبين. الاتروبين مش هو العلاج الوحيد يعني ده بس ده من ضمن العلاجات عشان اعمل فول ميدريزز اند بول ذا ايدجز اوف ذا انفليمد ايريس اواي فروم ذا كونفكس سيرفيس اوف ذا لينس وبالتالي ما يحصلش الساينيكيا والادهيجن والمنظر اللي انت شفته في الصوره. طيب كده خلاص كده يا بيه. طيب يا باشا وبالمناسبه لو حد سالك تحب اتروبين يعني قبل ما حتى ما نمسح الصوره يعني في الايريدو سايكلايتس تحب اتروبين ولا بديل له؟ قول له لا انا عايز الاتروبين نفسه البيرنت كومباوند بعيوبه. قول له انا عايزه بعيوبه كده. هيقول لك بس الاتروبين ده كان نون سيلكتيف وممكن يعمل. قول له يا بقى يا بيه انا عايزه هو الاتروبين لان الاتروبين اقوى دواء بيعمل ميدريزس اقوى من كل الدريفاتيفز بتوعه. ثانيا انت هتحطه قطره في العين فاذا فرصه انه يشتغل لك سيستميك فرصه قليله فهو غالبا مش هيعمل لك سيستميك سايد افكت. اذا الاتروبين هو نفسه هو نفسه المفضل في الايريدو سايكلايتس مش الدريفاتيفز بتوعه. طيب الاستخدام الثاني بقى والاخراني فيما يخص السي ان اس. فيما يخص السي ان اس حضرتك عندنا حالتين مهمين جدا بنستخدم لهم اتروبين او حاجه تشبه الاتروبين. اول حاجه او اول حاله اسمها موشن سيكنس. موشن سيكنس انت خدتها جايز في الفسيولوجي قبل كده ودي حاله بيسموها دوار البحر. ايه بقى دوار البحر بالظبط؟ كلنا عارفين وبنشوف ناس كتير قوي بيشتكوا من انه لما بيركب عربيه او اتوبيس ودماغه تتهز يمين وشمال يبتدي يرجع يحصل له فوميتنج. ايه بقى اللي بيحصل تحدي او إيه هو طبعا نسبوها للبحر لانها كانت شهيره قوي للي بيركب المركب على اعتبار ان الموج بياخد راسك يمين وشمال فبيعمل لك الحاله دي. طيب ايه بقى اللي بيحصل في الحقيقه؟ يعني لو انت رسمت الفيستيبولر ابريتس لو انت فاكر كان في حاجه اسمها سيميليونر كانالز في الانترنال اير وفي حاجه اسمها لابيرنث كده رسم كده يمين وشمال برده ها سيميليونر كانال يمين وشمال واللابيرنث اهو وكان الاثنين دول ها متصلين بتراكت مع السيريبيلم والحكايه دي كانوا بيسموها لو انت فاكر او المنظر ده فيستيبولر اباريتس. فيستيبولر اباريتس يعني جهاز التوازن وكان السيميليونر كانالز دي فيها ايه حاجه اسمها اندوليمف او اللي هي حاجه زي الميه كده ده كانه ميزان ميه. ربنا عامل لك ميزان ميه يمين وشمال في الانترنال اير عشان يحس بالتوازن. فاذا ليه انت بتمشي راسك معدوله كده وعينك معدوله؟ لانه الجهاز هنا الميه هنا الليفل هنا يبعت للسيربيلم السيربيلم ياخد المعلومات ويبتدي يظبط حركه الهيد. طيب لما حضرتك تركب اتوبيس او مرجحه دماغك تتحرك يمين وشمال بشكل عشوائي وغير منتظم يسموها بيزار موفمنت. هذه الحركه العشوائيه هتخلي كل شويه السيربيلم جاي له معلومات غلط من يمين او شمال. يعني الودن دي تقول له ايه ده الراجل ده دماغه وطيت تقول له ده عليت وبعدين ده وطيت ده عليت الله. اللخبطه دي تخلي السيربيلم يقوم باعت للفوميتنج سنتر او منطقه جنبه اسمها كيمو ريسبتور تريجر زون ويعمل فوميتنج. ده اللي بيحصل ده الميكانيزم بتاع الموشن سيكنس ليه انت بترجع لما تركب مرجحه او عربيه. طيب ايه رايك يا بطل ان الفيستيبلو سيربيلر باثوي يعني الحته دي كده التراكت اللي ماسكه ما بين التو فيستيبلر ابريتس والسيربيلم للفوميتنج سنتر اسمها فيستيبلو سيربيلر باثوي. ايه رايك لو قلت لك انها مليانه ام 1 واتش 1 ريسبتور والنقل العصبي الترانسميشن الاشاره بتتنقل في الفيستيبلو سيربيلر باثوي الاشاره بتتنقل بمساعده الام 1 والاتش 1 ريسبتور اتش اللي هو الهيستامين ريسبتور. طيب ما هو منطقي بقى يبقى الاتروبين بيقفل ماسكارينيك ريسبتور
يبقى هيساعد ان الاشارات ما تتنقلش كويس اثناء ما انا راسي عماله تتهز يمين وشمال، يقوم السيريبيلم ما يجيلوش معلومات لا من هنا ولا من هنا، يقوم ما يبعتش يعمل فوميتنج. يبقى اذا الادويه بتاعت الاتروبين واشباهه تنفعني للناس اللي عندهم موشن سيكنس. الشخص اللي بيرجع في العربيه ده ممكن ياخد قرص الاتروبين قبل ما يركب العربيه بنص ساعه ولا كده، تمنع له الحكايه دي. بس رجعوا قالوا بقى ايه؟ رجعوا قالوا الاتروبين ينفع بس في احلى منه، في دواء مفضل قوي لانه له برومننت افكت. يعني اكتشفنا بالصدفه ان الهايوسين اللي هو انا قلت لك في الاول الكلام خالص، الهايوسين ده اكتشفنا ان هو له مور برومننت افكت على الفيستيبولو سيريبيلر باثوي، اصبح هو الدواء الرسمي، الدواء الرسمي لعلاج الموشن سيكنس. هتقول لي طب انا ممكن اقفل كمان الاتش 1 ريسبتور، اقول لك خير وبركه كويس، ادي هايوسين يقفل ام 1 وادي كمان معاه انتي هيستامين يقفل اتش 1، يبقى انت كده بتدي علاج فعال جدا للناس اللي عندهم موشن سيكنس. ده اول استخدام اهو فيما يخص السي ان اس. حاجه ثانيه فيما يخص السي ان اس برده، انت درست في الفسيولوجي ان اللي في منطقه في البرين عندك مسؤوله عن الفاين موفمنت، مسؤوله عن حركه ايديك كده، ها، والحركه اللي بيسموها اكسترا بيراميدال موفمنت. المنطقه اللي في البرين دي اسمها البيزال جانجليا، كويس؟ وقالوا لك في الفسيولوجي ان البيزال جانجليا فيها اتنين ترانسميتر متوازنين جدا مسؤولين عن ان ايدك وحركتك تبقى مظبوطه، ترانسميتر اسمه دوبامين والترانسميتر التاني اسمه اسيتايل كولين. طيب مع السن اما بتكبر في السن بعض الناس يبتدي الدوبامين ينقص عندهم والاسيتايل كولين يزيد عندهم. لو بترمز للحكايه دي بميزان كده، يعني لو بنرسم البيزال جانجلي على انها ميزان، كفه من الميزان فيها دوبامين والكفه الثانيه فيها اسيتايل كولين، والمفروض البني ادم المتوازن اللي هو انا وانت عندنا الكفتين متوازنين كده، مع السن ده بيقل او الاسيتايل كولين بيعلى، يحصل خلل تلاقي يبتدي ايدك تترعش وما عندتش عارف تعمل كنترول كويس على الحركة بتاعتك وانت ماشي ممكن تقع. يقول لك ده ده الشخص ده بدأ يصاب بحاجة اسمها الشلل الرعاش اللي هو اسمه باركنسونيزم. طيب والحل؟ قالوا الحل انك تديني دواء يزود الدوبامين اللي ناقص ده، يا اما تديني اتروبين يقفل الاسيتايل كولين، لان الاسيتايل كولين زايد وعامل لي مشاكل برضو، مش بس ده اللي ناقص، ده كمان ده زايد. فقالوا طيب بس الاتروبين مش مفضل على كبار السن بيعمل مشاكل. قالوا طب ما نعمل حاجه تبقى سيلكتيف على البيزال جانجليا، تروح تقفل ماسكارينك ام 1 المسؤوله في المنطقه دي ويقوم ايه، يبقى انا كده تفاديت ان انا اعمل سيستميك سايد افكت. قالوا الدواء هنعمله سميناه بنزا تروبين، يبقى بنزا تروبين اتز اتروبين سبستيتيوت، اتعمل عشان يقفل ماسكارينك ريسبتور في البيزال جانجليا، يقوم يساعد في علاج الباركنسونيزم. هو مش هو العلاج طبعا، هو العلاج حاجه تانية، لكن ده بيساعدني ان انا اعمل شويه كنترول على الاسيتايل كولين اللي زايدين وعاملين لي اكسايتيشن وعاملين لي مشاكل في ايديا. طيب هل البنزا تروبين له مشاكل سيستميك؟ قالوا لا، لان هو يعتبر سيلكتيف على المنطقه دي. ودايما تفتكر وتحط في بالك ان كلمه سيلكتيف عندنا في الفارماكولوجي موضوع نسبي، يعني اي دواء من اللي انا شرحته لك طول الفيديو وبقول لك انه سيلكتيف على المنطقه دي فهو سيلكتيف في حدود الثيرابيوتيك دوز. اذا اي دواء من اللي انا قلته زاد عن حده هيفقد السيلكتيفيتي ويبتدي يعمل لك المشاكل اللي كان الاتروبين بيعملها كلها. طيب كده احنا خلصنا تقريبا معظم الثيرابيوتيك يوزز اوف اتروبين واشباهه، اتروبين واتروبين سبستيتيوت. بالمناسبه ده ممكن يجي لك سؤال تحريري محترم، ممكن يجي لك سؤال تحريري محترم بسبع ثمان درجات، يقول لك كلمني عن الثيرابيوتيك يوزز اوف اتروبين اند اتس سينثيتيك سبستيتيوتس، اتكلم بقى على كل اللي احنا قلناه في اليوزز ده. نمسك بقى دلوقتي الاعراض الجانبيه او السايد افكت او الادفيرس افكتس. اول حاجه الاتروبين يعملها، انا قلت لك ان الاتروبين بيعمل ميدرييزز وفول ميدرييزز، فيعمل لك بلير ديفيجن، كويس كده؟ ده نمرة واحد بلير ديفيجن. واللي انا بقوله ده بالمناسبة انا هعد لك خمسة ستة سايد افكت، لكن مش هم كلهم، ده الاتروبين بيعمل اكتر منهم كتير، بس احنا يعني اهتمينا بالخمسة دول. اتنين دراينس اوف اول بودي سيكريشن، من اول دراي اي نوز دراي ماوس، السويتنج كمان بيقل وهكذا. هنا بقى ملحوظة مهمة جدا فيما يخص الدراينس ده، دلوقتي الاتروبين هينشف مش بس ريقك كمان العرق، وقلت لك في اول الكلام ان نشفان العرق ده هيخلي حرارتك تعلى، بس جايز ما يبانش عليك قوي. اللي بيبان عليهم الحراره بقى، ها، اللي بيبان عليهم ان جسمهم بسخن الاطفال الصغيرين، لان انت عارف ان الاطفال الصغيرين بيلعبوا كتير اشقيه، يعني طول النهار الطفل تلاقيه بيتنطط وبيلعب. هات اي عيل صغير وحط ايدك كده على ظهره تلاقيه دايما مبلول لانه طول النهار عمال يتنطط هنا وهنا. الطفل معتمد في تبديد الحراره بتاعت جسمه على السويتنج،
اذا الاطفال بقى لو خدوا اتروبين منع لهم السويتنج وعمل دراينس، دي خطيره جدا. الطفل ده ممكن حرارته ترتفع ويدخل بقى منك في مشاكل وكونفالشن، بيسموها اتروبين فيفر. يبقى الاطفال حساسين قوي لحكايه الدراينس دي، اتروبين في، ومش بس كده، وحساسين جدا لموضوع الفلاشنج اللي قلت لك عليه في اول الكلام. في الاول خالص قلت لك الاتروبين ممكن يشتغل على البلاد فيزل بتوكسيك افكت ويعمل لك احمرار في الوش. الاطفال حساسين جدا لكلمه فلاشنج دي، كان الاطفال الصغيرين حساسين لكلمتين، والكلمتين اولهم اف، كلمه فيفر وفلاشنج الاحمرار. اي طفل صغير واخد اتروبين تلاقي وشه يحمر بسرعه جدا وجسمه يسخن قوي، والسخونيه ممكن توصلك لانه يدخل منك في حاجه اسمها فيبرايل كونفالشن، يعني كونفالشن تجيله بسبب ارتفاع درجه حراره. وهنقول لك بعد شويه خلاص كده، بما ان الاتروبين كده مش كويس في الاطفال الصغيرين يفضل البعد عنه، يعني ما تجيش لعيل صغير تديله اتروبين، شوف لك اي دواء تاني يبقى البديل بتاعه. طيب نمره ثلاثه، يورين ريتنشن. طب اليورين ريتينشن ده في كل الناس؟ قالوا اه، بس اكتر هيحصل في الناس اللي عندهم سينايل بروستاتيك انلارجمنت، لان هو ده اللي عرضه لليورين ريتينشن. يبقى من باب اولى الناس كبار السن اللي عندهم البروستات متضخمه بلاش اتروبين. طيب نمره اربعه، جلوكوما. يبقى جلوكوما، انا قلت لك من شويه اي دواء بيعمل مدريزز هيرفع الانترا اوكيولار بريشر، ليه؟ لانه بيمنع تصريف الايكواسيوم، بيمنع الدرينج اوف ايكواسيومر. طيب نمره خمسه، تاكيكارديا. تاكيكارديا، ما احنا عارفين الاتروبين ايوه بيقفل ام 2، هو اصلا كان بيستخدم لعلاج البراديكارديا، بس هو لو زاد على حد يبتدي القلب يسرع اكتر من اللازم وتدخل في تاكيكارديا. كده تقريبا خمسه سايد افكت مهمين، واحنا دايما عشان تفتكرهم، لان شوفوا الاتروبين ده من الادويه المقدسه في الفارماكولوجي، يعني مش ممكن ما تتسالش فيه. ده مش بس كده، ده انت كل شويه وانت ماشي في المنهج يقول لك الدواء الفلاني ده له اتروبين لايك اكشن. اتروبين لايك يعني بيعمل لنا حاجات شبه الاتروبين. فعشان ما تنساهاش طول عمرك هنلخصها في جمله هتضحكك قوي. يعني كان في ست تاجره مخدرات اسمها زغلوله الناشفه، حلوه كده يا بيه، زغلوله الناشفه دي واحده من تجار المخدرات، حبست جوزها ابو سريع، ما هما الاثنين اصلا تجار مع بعضهم يعني. فالست المفترية دي، زغلولة الناشفة دي، حبست جوزها ابو سريع. تعالى يا بينفسر، زغلولة يبقى بلير ديفيجن من زغللة يعني، الناشفة دراينس اوف اول بودي سيكريشن، حبست يبقى يورين ريتينشن من الاحتباس يعني، جوزها جلوكوما، ابو سريع ها تاكيكارديا. يبقى الخمسة عندك اهم، خمسة سايد افكت اهم من هنا لاخر السنة. اي حد يقول لك الدواء ده له اتروبين لايك اكشن قول له زغلوله، يعني بيعمل زغلوله يعني، ها زغلوله الناشفه حبست جوزها ابو سريع قدامك على السبوره. وزي ما انت عارف الاتروبين غير مفضل في الاطفال على الاطلاق. وعشان اختم الفيديو، الاتروبين غير مفضل لا في الاطفال ولا في كبار السن. ادي انت عرفت في الاطفال مش مفضل ليه، عشان الفيفر والفلاش. ولو انا سالتك والاتروبين مش مفضل في كبار السن ليه، قول لي عشان حاجتين، جلوكوما بيرفع ضغط عينهم، هم اصلا ضغط عينهم مرتفع كبار السن، ويورين ريتينشن لان الرجاله اللي فوق 60 سنه عندهم البروستات دائما متضخمه.